عود لدى وعدته. إيه تدري يا عبود، معلومة، تدري ان الغاز ما له رائحة؟ ايوة شفتها، هذه الشركة اللي تصنعه يحطون معها بودرة لها رائحة عشان تميز ريحته، فهمت؟ واللي هو ما له رائحة، هو ما له رائحة كلش الغاز. مصدر المعلومة يا ابو عهد. كنت موظف انا في بلنت غاز، معمل غاز، وكان فيه انذارات لان الغاز يقتل خلال ثواني، خلال ثواني شم يقتل هذاك الغاز الخام على ما قالوا اللي يطلع. طبعا يشتق منه غاز الطبخ، يسمونه غاز الطبخ ذا، فيحط معه رائحة بودرة تكون رائحة عشان إذا انطلق تسرب ولا شيء الناس يشمونه يلاحظون هذا غاز. نعم. طيب سؤال، البلالين اللي تجي في المناسبات والحفلات، ايه اللي تشفطها تغير صوتك، وش سالفة؟ هذا غاز من أنواع الغازات. سلام، مرحبا أبو ناجي، مرحبا حلوة من ذا الكاب. الحذية يا أبو ناجي، الحذية يا جماعة، هدية. تعال اقرب 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 شرب قهوة مزينة يا حسين. هذا جبل، هذا جبل، هذا شداد. عط عط حسين، عط المركة حسين، اخذه يا رجال اخذه، انا بقهويكم بقهويكم. شو يقول؟ ابي بيز الومك يا ابو ناجي، والله اعلمك بشرني عنك. وش من نوم؟ السؤال هذا كنا نسأله بعض اول اسبوع، كيف النوم؟ يا عيال وين الشباب؟ الصحون اللي جابها للربع ابي بيز. عطني يدك يا ابن عمي، شد حزامك، عطني يدك خلنا اخذها خليها بيز. حك والله خليك، والله تكفو. لا لا اي اي هات يدك يا ابن عمي. طيب شلون نصبها الحين؟ حك لا لا خلاص خلاص خلاص، لقيت فاين، ناس يسمونه فاين، ناس يسمونه كلينكس، ناس يسمونه نشاف، ناس يسمونه قال دلتن. اسمع، دلتن فيها من ابهار، ايه دلتن فيها من انواع البهار الزين، عده عده لين صار البن في الفنجان لونين وثلاثه. اشكر اللي يوم سواها حكر معها بشده، أده وكسره يوم انغشت واشتلمها في غباده، صب يا بطران والفنجال من يمناك عده، النشامه كيفها واسلومها فيها وراثه. الله، هذه ابيات العمي وقدوتي الشاعر مسعود الوائلي. ونعم ونعم ونعم، ما عليكم زين، صح لسانك صح نقلك. يقول سلطان الهاجري ايش يقول؟ ان جيت يا ضاوي عسى الله يحييك، ان جيك يا ان جيت يا خاطر عسى الله يحييك. ايه على الشحم مبهرات الدلالي آلي حيثك والرحت يا خاطر ولا عندنا فيك. لا إلا إن جيت يا خاطر عسى الله يحييك، على الشحم مبهرات الدلالي عند الرفيق اللي يعزك ويغليك، حيثك ولد عود عزيز وغالي. الله الله، والرحت يا خاطر ما عندنا فيك. الله الله، تغيب عنا شهور ولا ليالي، خذها من الذرعان مني وأنا أخيك. الكذب ما هو من سمات الرجالي، احل وحل افتل وحل مشربكات مع افتل وحل. يا فضح يا فضح من قصيد النشام على الاجوات العب فيه، والله انك جمله يا ابو احل احل وافتل معقدات الشرابيك شرابيك وشيل لا واشيل ما شال ظهور الجمال، واشيل ما شال ظهور الجمال. يا ما تصعلكنا وصرنا صعليك، ويا ما تحملنا حمول الثقالي. في المرجلة حنا عبيد أم مماليك، في المرجلة حنا عبيد أم مماليك. إلي إن قال له سلامتكم. الله الله، إلي إن قال له صلى على محمد. أتخابر القصيد الأول، القصيد دائما دائما ينتهي بصلاة على الرسول. صادق، واحد من الجماعة متعود على السالفة، متعود إن القصيد دي المهم شعر عنده واحد، وفي النهاية ما قال صلى على الرسول ولا شيء، صلى الله عليه وسلم. أعطاه الزبده. المشكله اللي عندك يا على طاري حريق، يوم من الايام نسولف قبل شوي عن الغاز ومسبباته وغيره، كنت ماشي في الحسن على السياره الا العالم يوم هجت،
انا عايش شارع تجاري وفي حاره، العالم كلها هجت من المحلات، شارع تجاري كلها هجت، عسى ما شر الا الحريق خلنا تروع. والف معهم واوقف عماره فيها اربع شقق، بيت اربع شقق تساوي اربع شقق لها اربع بيبان. ما ندري باب الشقه المحترقه وينه. قاعد تفكر الا من الا الباب ده، الا الباب ده كل البيبان مسكره الا باب قراجه مرتفع شوي. خلينا نشوف نجرب ونشله الا هي الشقه المحترقه. يوم دخلنا فلي الشقه مولعه من برا، والرجال وعياله في غرفه في الزاويه ما لها مخرج، مظهرين رؤوسهم بتاكلهم الضوء. وعيل لي هوز واجره شغل شغل ما شغل ما شغل ما، وادخل المطبخ وشغل الا عاد فوق بيزودها. قلت اجل ما في الا نشل الحرامي ذا الشباك موجود. اي اقول من من الخلعه ترى ايش اسمه انك تحافظ على اعصابك، تخدم تخدم اللي قدامك، تخدم الموقف، حفاظك على اعصابك. واجيك واقشع واقشع، يجي معي هاني واقشع خلاص انا ما انت بشاله واقشع. وياتي باكستاني صغير معه مطيرقه، اخر اخر بابا بابا طق طاحت طق طاحت طق طاحت، ويطلعون ما قالوا شيء. والحين يومنا كله انجر انجر. لازم السنع السنع. نعم السنع يختلف الرجال. على طاري الحريق يا رجال، الحين عندنا مزرعة ما هي باللي قلت لك، هي نفسها بس ما هي بالعشرة كيلو. عندنا مزرعة في علاج ايش اسمها، يجيك بعض النخل فيها السعف اللي باقي ما اليابس. اليابس عذاب الحريق ذا. المهم جالسين في نص المزرعة عندنا عوال يلعبون شابين لنا ضوء ايام الشتاء. على عصر تعرف تكية العصر ليش سمرت في الليل يلعبون العوال مدري ايش، اخذ لهم عود وقام يطاردون به المهم في ينطلون بعد النخله. وعاد يشب سريع يا ولد ويشف النخله، شب شف النخله. انتهى لنا الموضوع، قلنا نخله واحده بنقوم نطفيها، ونلقطنا قوارير ونلقطنا كذاب ونقعد نقول نقول غير كل ما صبينا الماء يا ولد الا الضوء ترقى في النخله. والله انها من نخله لنخله من نخله لنخله، انها راح يمكن فوق 100 نخله نشق جهه السعف اليابس ذا. إيه؟ عذاب الضوء جهه من هذا اللي يشيل. ايوه هي عذاب. يقول ما يقول لك النخل كذا يا ولد ما جانا الدفاع المدني، والله ما جانا الدفاع المدني الا عقب ساعه ونص. الحين في ديره بعيد من الدفاع المدني يمكن ياخذ ساعه ولا ساعه ونص لين يوصل. ما انت بخابري انا قال ما جاء الا قد فحم يسري مسرى الماء في الهشيم. هذا الهشيم مسرى النار في الهشيم. هذا الهشيم مره قد احترق بيتنا. ما تهاون فيه احترق الكهرب وانا راقد. انت راقد واقف يجي الصياح الصياح وا 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 لا 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 اقول معهم والله اني اخب ما ادري ايش السالفه. الحين محترقين الحين غارقين ما ادري. طلعت معهم علي الوزاره وهلينا علاق امشي شعري شعري معك شعر اصلا اي لا وعبود قسم لك انا شعري لهنا والله العظيم بجيب بجيبك صور. لا تساقط وراثه ابوي الله يغفر له توفى والله انه شعره لهنا لكن وراثه. نبغى نروح انا وياك نزرع في الاردن. الاردن نزرع نبغى لنا دوله زينه نزرع فيها. اي انا ارخص. اسمع اسمع انا اسمع اسمع انا كان شعري يا ولد ما شاء الله تبارك الله يعلم الله يا ابو هادي. الى وين؟ الى انت عسكرت يا ولد. يوم دخلت الدوره العسكريه في الشمس حلقت صهر ثم تطبخنا الشمس شمس شمس انا في وجه الله. اسمع انت بعد ما خرجت من العسكريه جاء خفيف يعني شوي كذا بس نبت نبت لين جاء الحج. يوم جاء بعد الحج زد حلقت صفر والله. هو غير يدور السبب عشان ما يطلع. والله العظيم يا ولد هم الحين خاف. لا بس ينبت هو مصيره ينبت. وين الحين شوف ترى ما انت بصلع انت اذين واحس لا اصلع ذا لا انا لو خليك طول يضبط شاف الاصلع شاف شاف انت ما ينبت نهائيا. نعم اي يمكن استخدمها لوكيشن في البرنامج الجاي. بجلها على حسين ما شاء الله لوكيشن. ما شاء الله فيها يا ولد ناس شعور عبود ترى صغير عبود ما له حاجه يمكن يعني خمس سنوات سنتين تشوف ايش يعني عليه. لا العائله عندكم كيف؟ يا ولد ايش صغير ترى عبد الله كم عمرك؟ اخوك ترى من اسنافه ترى احنا صغار كلنا يا عيال. انا عمري يمكن قرابه اللي بدخل 22 ما بين خلاص ما بيني وبينها الا سنتين. ايش سنتينه؟ سنتين اي الاصغر منها انت. قسم بالله مواليد 17 مواليد حتى في اخر 17 انا مواليد 18 انا في 1/12/1417 يعني في سنه 18 يعني والله العظيم اني ضعت ما ادري اي بسير مولوده. خلاص انا 18/1418 يعني هو في 1/12/1417 بس خلاص اخر السنه لا تحسبها. ايه صدق
في 18 حبيبي يبر رواتب هي انت مواليد كم يا عبود؟ تاريخ انتهى عبود مواليد كم يا عبود؟ مواليد 1421 هاجر ما بينك الا سنتين ونص في ذمتك؟ لا ثلاث سنوات ونص ثلاث سنوات لا والله لا والله ما ثلاث سنوات ونص لا والله انت 21 انا 21 18 انت مواليد كم؟ بيني وبينه ثلاث سنوات اسالك بالله كم؟ في واحد 12417 اسالك بالله اي والله ليه ما انت مصدقني؟ تراني متزوج بدري يا حماد متزوج كم يعني؟ متزوج عمرك كم؟ الظهر يعني كذا العصر متزوج بدري والله صدق صدق متزوج كم؟ صدق في عمر كم؟ تقريبا 19 19 سنة نعم طيب صدق ممكن والله ولد عندك حل أو ملها أنت أنت يعني أنت الحين أنت ليه ما تضرب المثال بنفسك؟ ليه؟ أنت صغير ونحسبك أكبر أنا قاستني ظروف الزمان شيبت بي انفخت وجهي لحبت بي بس لا لما خرجنا روحناك يا طفل العمر بروح باخذ لي نقاهة وبسوي تكميم لا لا تسوي تكميم نادي 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 يجيك حمادة زين الصويدة ما زين عودة يا الله إذا سويت تكميم بشارك برنامج ثاني ما عاد بعارفيني لا ترى إذا سويت تكميم ضيعت شهرك الناس يعرفون حمادة لا ترى عبود ترى من الناس اللي افتحوا شهوة للتكميم لم في ناس من الجماعة ما شاء الله قصوا واكتموا ما شاء الله لا عاد في ضحك لا عاد فيها ناس نفسيات عبد الله غير الصورة بس ممكن هو يوم كان دب نفسه ثقيلة وقصر نفسه خفيفة لا ممكن يا اخوي عبد انا دخلت نادي انا شديت عبد الله يا حمادة حمادة والله يا حمادة تدري يا حمادة قبل القص بعد القص حمادة هي على القلب هذا قلبه طيب وقلبه زين من البداية والله قلبها ما شاء الله تبارك الله الله يسعدك يا ابو والله ما لها حاجه يا حماده بس بعض الناس نفسيه قلبه نفسيه وده دب وده ضعيف هو نفسيه بس يتظاهر الفله بس يتظاهر هذه ما تصلح ترى تبين فيه نعم ترى كانت يا حماده هونيس والله بس والله اني ذا اللي يشلون قلبك حمد حمد ترى يمكن فرق العمر يفرق ظنك يمكن اللي يقص بدري وهو باقي صغير لا لا الشباب كلهم قصوا في نفس عمرك تغلق. اذا في نفس عمري 19 18 ونفسيات رجال قابلنا في الح... في الح... في السوده رجال انا اظن اسمه شو اسمه رجل راعي اللكزس راعي اللكزس قابلت انا سعود جابر الرجال واضح عليه انه مسوي قص رجال يحلف ويعزم رجال حار عوارض ايه ايه محمد لا مو محمد اسمه غير كذا غريب ذيك اسمه ساري احمد بتال بتال ظني لا مو بس بتال محرام هو قص هو كذا خلقته كذا راسه كبير وهو صغير يا اخي واحد انحار يعزم ايه بتال شامد هذا بتال اسوي انت الشماته هالعماد لا اربعة خمسة من عيالنا والله العظيم تغيروا يا عيال والله العظيم نحن نحزم منهم ما عاد نقدر نقول لهم شيء نفسوا نفسيات تدري ان حماده كان بيقص في مستشفى ودخل على انه هو بالاخير كانسر وقص ولد عمه اللي انا جاي قابلت حران والله انه في موعد قابلنا هنا والله والله انه في موعدي هذا عيا انا دليت امي عيا ليه بيقص مكان والله العظيم لو تشوف ذاك كيف جسمه طب قالت والله ما تروح ادعود مت وندب مستانس ولا شوف ترى يا حماده والله انك ان الله قابلك كذا والله مقبول والله يا حماده يمكن لو تقص يمكن يبغى يعرس يا حماده ترى يمكن تعقب وتخسي يمكن يبغى يعرس تخسي وتعقب انت اللي تبغى تعرس لا 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 انت اللي تبغى تعرس حماده انت متهيئ حماده اسمع اسمع حماده مثلي رجال وافي ولا اعرف ذي الامور انت اللي تبغى تعرس انا اعرف الرجال الوافي انت بتعرس ثاني يعني ما راح تاخذ الثاني ولا انت معرس مستحيل من سابع المستحيل وتعقب الحين ورا الشاشات كلهم كثر من مثالك ابو ناجي لا والله يا عيال يلا والله ما يصبر علينا الا زماننا والله شاف بقول لك حاجه يا اخوي ابو ناجي انا ابغى اكلمك والله يا بلان العالم الناس شخصيه انا ابغى اكلمك منك لا ام ناجي انت وحمد بما انكم متاهلين وباقي كلكم على من يعني من نفر واحد وش توجهون كلمه للناس اللي ياخذون اللي يتعددون في الزواج هل هو شيء كويس ولا مو كويس هل هو في سلبي في شيء ايجابي في ناس يتسألون ترى والله اني صادق انا بوزدك والله العظيم اني صادق هذا بيوهقك يا ابو لا ابو هادي مو متكلم انا ما انصح شوف صراحه ما انصح في التعدد لك ما راح تعدل اكيد اكيد ما حد بيعدل لا تبر الرسول مساله ولا انت ماخذ عائشه بنت ابو بكر لا تزعجنا لا حد يعدد خلاص خلاص اختصرت بس خلاص لا انت ابغى منك انا اتكلم عن تكلم نفسي تكلم انت كلامك وافي تكلم انا اتكلم عن نفسي الصدق كلنا في حياته حر لا في نفسه ما يريد نعم والله
اللي يبغى التعدد الطريق توه واللي وده بالعلوم الزينه. انت ايش رايك؟ انا رجال وافي وانا رجال ما احب التعدد نهائيا. انتم تدورون علي شيء؟ قلت لكم يومين. والله اقرا حسبي الله على عيني. عبد الله نايف الحزيمي قلت لهم يومين يبون يدورون علي شيء. لا والله انا من الناس اللي ما يأيدون، بس اذا في قدره ماليه ومثلا زوجة تكون سامحه معناته ترى بعضهم تقول خلاص. يا عبد الله بس والله هي اللي سامحه ما هي بصاحيه. والله ما هي بصاحيه. اعرس عليها تكفى. ان كانها سامحه. اعرس عليها على طول. والله في بعضهم تقول الله يوجه لك. وانت يا عبد الله ما هي بقايله هي من باب الطاقه. عبد الله عبد الله بس انت بتجيها بتقول يا ولد انا خاطري في الزواج. دي ما داني بحاق طير شي حاقه بالعصا عشان يطيعنا نتكلم اذا قد معي. عبد الله اذا الله عطاك الله يجيكم. والله اذا الله عطاك بنت حموله طيبه وعطاك مره صالحه وامورك تمام معها فعز الله من يوم تتزوج يا طويل العمر انها بتخرب امورك كلها. تضيع علومك بتتشتت تشتت عيالك تشتت امورك بتتبهذل. لكن هذا من باب التعدد. لكن من باب الحب في القلب ما يسكنها الا واحد. يكون تاخذ لك 20 القلب. ايش بيت محمد بن طيس ذاك اللي يقول القلب ما يسكن الواحد قول حتى اكفر. ايش قال؟ محب القلب الواحد والقلب ما هو يسكنه غير واحد. ما خابر ما اعرفه. مو بكذا حتى انا قلت غلط بس انه وإذا سلك لك المحبة قلبه ولا والله فيها. اسمع انت فالله ان شاء الله يرزق كل عزب. امين 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 بالزواج امين. لكن ذا المرة اللي تقول لك الله يوجه لك طلقها. والله ما عاد اقول اللي ما في ما في ما في ما في حد يسمح. والله مين بصاحية على نهاية العمر يسمح. لا في دقيقة في بعض النسوان فيها بعض النسوان وبعض الرجال فيهم شيمة. مثلا لا قدر الله عاقر هي طيب ما تجيبه فتقول يا ابو فلان احرس الله يرزق. صح اما هذا كويس. وبعض الرجال عقيم حتى ليه تروح تعرس عليه. وين وين لا هي اللي بتجبرك ومعذوره. حتى لو قالت هي روح يا اخوي شيل لك من عيال اخيك والله اسمع يا حماد اثنين من الجماعه شيل لك ما في ناس من الجماعه يجي له 10 يجي له اثنين من الجماعه واحد عقيم وواحد عنده 10 قال انا بروح اسوي انابيب وانا قال يا ولد ما عندنا فلوس اخذ اثنين من دول وانقل عند وياهم وربهم. ها طيب انا ما يعميني الصدق في الزواج اللي اغلب اللي يتعددون الحين في الزواج ترى مش شيبان كبار السن فانا ما يطق قلبي الا هم. ايش؟ اللي اعماركم انتم ما تعددوا ولا شيء. يجيك واحد لو دق بعمره 60 ولا دق بعمره 55 دق بالثانيه. هذا اللي وش بتسوي؟ عجزت عجوزه على اساس هو رجع شباب حتى هو عجز. لا الرجال عمره اطول عمره اقصر مو مثل النسوان ما يموتون. هذا عندك اخر مره مات متى؟ والله ما يموتون النسوان. هذا عندك دي بالمره إيه؟ جماعتنا ما تتمتع. هذا عندك خيانته. هذا خيانته كبيره على عمره. يضغطون يا ولد الشيبان يغبنك حي. هذا خيانته كبيره الشيبان. صدق لا بعض العجايز يقول انا ما ايد الزواج. يقول رجاله اعرس جيب لك مره تخدمك تردك الصوت. انا عاجزه. ليش النسوان ما يموتون؟ سؤال بالله وجهك. والله انا اقول الحين اقل شيء يموت النسوان. ليه؟ الرجال على طول عادي يطيح مات. ليه يا ابو ناجي؟ ويمتك يا عجوز. انا اقول يمكن ارمي هاشتاج حماده تفاول النسوان. لا انا مو انا انت اللي تقوله. فاول متفاعل. لا والله انا صدق احس يعني هل ممكن عشان يعني الذكور يعني كيف نقولها؟ يعني هم اللي يتحلون الحين ويروحون المسؤولين. الجمعيات كلها وقف الايتام اللي ميتين ببالهم. امهات ما في. بقول لك حاجه والله ترى نسبه الوفاه في العالم لا في السعوديه تهورت شوي قلت العالم في السعوديه. حلو خلي خوني اي في السعوديه في الرياض الله يقبرونا. صدق والله يا عال اكثر الوفاه حوادث. واللي يسوق من؟ الرجل افرهم افرتهم الحوادث والحدود وغيرها. ولا متكي لا حروب ولا شيء ولا حوادث. ذا الحين مسموح سواقه للنسوان. مسموح ان شاء الله. و اي اقول لك الحدود وبتعين الوفاه متقاسمه. والله لا والله العظيم ما يبسوا هم عظيم في اليوم تموت مره يا رجال ويموت 70 رجال يا رجال. كبوا ذا التفاوض.
الله ان شاء الله يجعل اعمارنا طويله والله يبطي بايام الشهر. احنا خلنا نعطيكم خواتنا يدرون احنا ندشون نفسيات ونخربها معهم. نفسيات نفسون عليهم. الله يخليهم لنا ويحفظهم. الله يخليهم لنا. المره من المره المره خلي كل واحد منا مرته. والله انهم ومرتي واختي وعمتي وخالتي. والله انهم خير من الله سبحانه وتعالى. الله يخليهم. لكن اسمعوا خلنا نعطيكم قصه. اسلم يا ابو ناجي. قريتها يا عيال والله انا عجبتني وديكم تستفيدون منها. اللي هي يا عيال عن القناعه. اول شيء انا وجهت الكلام لي قبلكم. القناعه يا عيال تروها يا عيال شيء الواحد اذا دعا يقول اللهم قنعني بما رزقت. تروا يا عيال هذا اكبر رزق من الله انك تقتنع باللي يجيك. مثلا ذا الحين جاء عبد الله الشهراني ان شاء الله الله يرزقه من خيره 5 مليون. الله يسمع منك. وان الله قسم لي مليون. لا اقول ليه عبد الله الشهراني جاء له 5 مليون انا ما جاء الا مليون. يمكن المليون ذا يغنيني ليوم القيامه. يمكن ال5 مليون دي ما تسوي بها شيء. ايوه انا فاسمعت قصه حول ذا الكلام يعني. والواحد مثلا جالك 5 مليون ترى يمكنها خير يمكنها شر عليك. لا تقول انها خلاص خير. والله ما والله اني اعرف قصه واحد جاله 3 مليون انها انهته من الحياه. الرجال كان يصلي وكان ملتزم وكان اموره زينه ومعه اهله وعياله. جاله 3 مليون الرجال يا ولد صار خربان خلاص ما عاد يبغى بيته ولا اهله ولا عياله. يروح الخارج يروح لين افنته وافنتها له وضيع حياته كلها. فاذا جاء الواحد شيء فلوس جاء خير جاء يقرب لله اكثر ويروح لله اكثر. فيها قصه قديمه شيخ جاها كان عنده فرس زينه المهم انها ضاعت. جاوه ربعه يواسونه بشرب العواض ومن ذا الكلام. قال خلوها تضيع لعلها خير ان شاء الله انها ضاعت. قالوا هذا مهبول يقول خير تضيع فرسه ما معها الا هي ويقول خير انها راحت. راحوا من عنده. يوم جاء من بكره لين الفرس اللي ضاعت مضويت له 20 خيل من خيل البريه سحبتها جذابه. اي جاوه قالوا ما شاء الله عز الله انك صادق انه خير ان الفرس راحت وجابت لك. قالوا وش دراكم لعله شر. قالوا هذا مهبول اللي جايبت له 20 خيل من البر ويقول لعله شر. المهم ايش سوت؟ وحدا عياله ركب من ذي الخيول اللي جايبتها من البر وكسرته. قالوا عز الله انه صادق خلنا نروح له. راحوا له قال عز الله انك صادق وولدك انكسر وذا الحين. قال وش دراكم ولدي ينكسر لعله خير ان شاء الله. خلاص هم اقتنعوا من كلام ذاك. هذا جسمه الرجال ذا جسمه. فلذلك قاموا ينتظرون الخير اللي جاء من بكره. جاوك فيه تجنيد اجباري يروحون يشلون عيال خلق الله تجنيد اجباري. جاوا عند الشيخ ذا حصلوا ولده مكسور. قال هذا ما ينفع انا خلوه عندي بيه وعند امه. في الخير في الواحد يدعي باللي فيه خير يا عيال. والواحد اذا جاه خير فيقرب لله. اذا جاه شر فيدري ان وراه خير. يا سلام والله ان شاء الله يجعل ايامنا وايامكم امين. على طريق كلامك يا ابو ناجي يوم رحنا للشباب اللي يقدمون تصفيات عيناهم متحمسين. كلنا يبغى يدخل كل يبغى قبول صح من عند اللجنه متحمسين. تذكرت كلمه لزياد يقول ادعي ربك يا قول يا الله لا ترفعني لطيحه. صح قلت يا رب الواحد ما يدري بيطلع على الشاشه هل بيطلع بخير ولا بشر. بعضهم يطلع ما يجمل روحه ولا يجمل ربعه. فضيحة عليه. صدقت. وبعضهم يرفض ويغادي له باب خير رفضه. يا سلام. يروح. هلا. وبعضهم يقبل ويغادي له باب شر وقبول. عز الله انك صادق. لو الواحد يؤمن بان الله ما يكتب الا الخير يدعي باللي والله العظيم يرتاح. يا عيال اوصيكم في ذا الدعاء يقول اللهم اني ابرا من حيلي وقوتي وتدبيري. لحيلك وقوتك وتدبيرك. سبحانه. وكل امرك لله وعش الحياه يا اخي. استانس فلها والله ما يجيك الا اللي الله كاتب. نعم اذن يا عيال. نصلي. نصلي. اذنها انت يا ضاحي. ايه. صلي بيك انا بصلي.